فوق 70% من الاتش ار ليدرز يقولون ان المدراء اللي عندهم اللي يسلمون مهام جديده او ينطلب منهم شغل جديد ما هم مهيئين، لا يعطونهم التدريب ولا عندهم الثقافه ولا عندهم الادوات اللي يستخدمونها ولا حتى اليه كيف يعملون التغيير. فوق هذا كله طبعا ما في توجيه. الرساله اللي اوجهها حق المدراء، اذا الاتش ار طلب منكم شغله معينه تغيير معين، نطلب منهم ان يعلمونا كيف يكون الشكل الاساسي وكيف يكون شكل التغيير وكيف يكون تدريج التغيير. وايد من الشركات يصير فيها تغيير خاصه في على مستوى الثقافه او الكلتشر والبروسيسز، لكن الاتش ار ما يكون بالداخل، يقول لك والله هذه شغله اي تي، هذه شغلات كذا، هي مو صحيحه. اي تشينج مانجمنت تصير في الاورجنايزيشن لازم الاتش ار يكون جزء منها، يحفز الناس، يريح الناس، يامن الناس علشان يصير التغيير بشكل سلس ومناسب للجميع. الشغلة الثانية، الـ HR لازم يكون عنده قرب من خلال بزنس بارتنر أو من خلال خلينا نقول HR General عنده لتواصل المباشر لأي تغيير يصير في الأورجنايزيشن، مثل موضوع العمل عن بعد أو الهايبرد أو Flexible Working Hours أو غيرنا نظام تقييم الأداء. أنت الـ HR لازم تكون قريب خطوة بخطوة وتسمع الناس شو تقول وشو تحلل، لأن الناس بالنهاية هي اللي راح أطبق هذا التغيير وراح ينعكس عليها التغيير. المدير لوحده ما يقدر يسوي كل هذا الموضوع بشكل صحيح. ورسالتي للإدارة العليا، لا نتخيل ونطالع الأمور كلها من ناحية استراتيجية، لازم نتأكد دائما إن what's in it for me. الحين بالنسبة حق العميل الموظف، بالنسبة حق القيادي أو المدير، وبالنسبة أيضا للأشار، أنت تطلب مني تغيير، طيب شنو راح أستفيد أنا؟ إذا الرسالة ما كانت واضحة للكل، كيف إن أنا راح أستفيد من خلال خلينا نقول إرضاء مثلاً ورفع مستوى خدمة العملاء أو زيادة الإنتاجية، زيادة الأرباح، وكيف هذا يعود لي بالنفع؟ أنا راح أكون من الناس اللي لو قدامك أبين إن أنا فرحان بالتغيير، لكن في الأساس وفي الغالب إن أنا ضد هذا التغيير.